هتجيبيها، بس لازم تجيبيها دورة كده عشان لما تضربي فيها المقوار ما ينفتش. اهو زي ما بتقوري اي حاجة، انزلي عليها كده سنة سنة، سيسيها عشان ممكن تتكسر منك او تتخرم. اهي بالمقوار كده، ما تجيبيش المقوار للاخر وما تخليهاش رقيقة عشان يبقى لحمها ماسك. اهي، وعلى قد ما تقدري خلي بقها صغير عشان ما ينطرش منك الحشو. اهي هتتقور كده، بصوا سمكه انت واخده صباعي اهو اهو، ما تخليش ايدك تسرح في فيها وتقولي دي جامده ومش هتتكسر، لا ده ممكن تتخرم منك بسرعه. اديها كده سيسيها زي العيل الصغير، تتقور كده وتبقى زي الفل، وتنقعيها في ميه عشان ما تحمرش او لونها يغمق. هنعمل لها بقى الخضار بتاعها، برضو حاطين 5 الوان عشان الاطفال. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد. ازيك يا ست الكل؟ انا بشوفك بفتكر مصر، لان انت اللي بتمثلي فعلا مصر قدام عينيا. ربنا يخليك. بتبقى حزينه لما بتبقى مصر حزينه، وبتبقى فرحانه لما بتبقى مصر فرحانه. انا عايز اقول مهما قفلوا البيبان الضحكة موجودة، ومهما ذبحوا الحنان الضربة مردودة، مهما ذبحوا الحنان برصاصة وبارودة إن لم تكن يا ناس الضربة مردودة. فده شعر أنا كنت حافظه زمان أيام ما كنت في الجامعة، فمش هقدر برضه تاني أقول ألا أسلم يا مصر إنني الفدا زياد إن مدت الدنيا يدا. أنا ببعت سلامي وتحياتي لأم يوسف اللي هي أوجزت كل اللي كنت عايز أقوله في القصيدة اللي قالتها، وببعت سلامي وتحياتي لأم ياسمين اللي جت وشرفت البرنامج، ولعم عصمت اللي جه وشرف البرنامج، وعم أبو عمرو اللي جه وشرف البرنامج، كل الأسرة بتاعت أصدقاء البرنامج. انا متلخبط ومش هقدر اقول حاجه غير ان انا اجمر لي واقول اسلام يا مصر انني الفدا، لان انا الصراحه دموعي غلباني على اللي بيحصل في قلب مصر ده. فمعلش اسمعيني، انا هقول اسلام يا مصر على الهارمونيكا وهقفل معاك على طول. سامعينك يا عم محمد. شكرا شكرا يا غاليه. ومعلش انا اسف مش قادر اتكلم. كلنا. وتحياتي لكل الخساره والاستاذ محمد جوهر، وليكي ولابو توته ولام توته وتوته ومنه ومامتك والحاج عبد الله شريف عبد الله وكل الزملاء وكل الاصدقاء. شكرا يا عم مع محمد. الف سلامه يا غاليه. مع السلامه يا محمد. تسلمي يا مصر انك الفدا، تسلمي يا مصر انك، يا مصر انك الفدا. هنا على الحمد لله. هنشوح الخضار. عاوز اقول حاجة، البسلة دي انا سلقاها نص سلقة، ما ينفعش ان انت تحطي البسلة بتاعت الايام دي، لان عندك الكوسه والجزر مبشورين مش هياخدوا سوا، فانت هتبقى سالقه
البسله نص سلقه، ما ينفعش تفرطيها وتحطيها على طول، هتبقى نيه جوه البطاطس لانها بتاخد سوا كتير، ولو جيتي تحطيها مع البصل برضه هتاخد سوا اكتر، فاسلقيها نص سلقه بحيث يبقى ايه كله واخد مع بعضه. ممكن تعصري نص ليمونه، هنعصر نص ليمونه عشان لونها يفضل اخضر، والثوم هنحط معلقه ثوم كده، الثوم حلو قوي، احنا قلنا الثوم والبصل في الشتاء. والكوسه، الكوسه برده مبشوره لان ده هيبقى حشو، لازم الكوسه تبقى مبشوره والجزر مبشور والبسله صغيره عشان تخش جوه البطاطس. برضو الالوان، البصل والكوسه والجزر والبسله. التوابل بقى هنحط نص معلقه كركم، نص معلقه كركم، وهنحط بهارات وشويه ملح وشويه فلفل وشويه زعتر، دول موجودين في اي بيت، كلنا عندنا الكلام ده كله، مفيش فيه حاجه غريبه. شويه بهارات عاديين وشويه ملح وشويه فلفل وعلى سن المعلقه كركم وزعتر عشان تبقى ريحتها حلوه. لو عاوزه على الخلطه دي تضيفي حته لحمه مفرومه براحتك، مش عاوزه هي كده زي الفل، كلها اخضر وحلو. اول لما يبتدوا يتبلوا كده كلهم في قلب بعض وينزلوا ميتهم هنسيبهم يبردوا ونبتدي نحشي. اهو دي بتبقى حلوه للاطفال وجميله، العيل كده يبقى ماسك البطاطسايه كده في ايديه جامن حلوه في ايده وياكل منها يقطب منها كده، ومليانه خضار ومليانه حاجات مفيده وزي الفل. نبعد بقى عن الحاجات اللي في العلب والحاجات اللي بتعي العيال دي. بنشكر كل حبايبنا اللي هنونا على الفيسبوك على ان احنا خدنا المركز الثاني على المحرك جوجل. انا بشكر كل الناس لان هم اللي بيسمعوا الكلمه الحلوه وهم اللي هنونا وهم اللي بيشجعونا وهم اللي بيتفرجوا علينا وبيدونا كده كل حاجه حلوه، بشكرهم من كل قلبي وبقول لهم النجاح ده ليكم انتوا مش لينا احنا. ياسمين مجدي، رتاح، مهند سعدي، ام زهراء، ويسوع علي، والست نجلاء عيد، وشيماء عبده، وهند الشاذلي، ومنان الونش، ومحمود محمد، يعني على طول جنبك، ياسمين فيروز، وهبة عباس، ومحمد الشيخ، وهبة بدير، وعيوش جرار، ومروة حسن، والست ليالي من ليبيا، احلى تحية ليها، دي ما بتسيبناش على طول بتبعت لنا، والأمونة والأمورة جيني، والحاجة ليلى، وليلى جادو، وام أنس، وانتصار مصلحي، وابو يوسف، وموسى أيمن، وخالد جاد، ومشمش تمتم، والست أم زياد، ويسرية يسرية، وسمسمة المصري، وهدية الله آدم، وأم مريم عصام، ومعا في طاعة الله، وماما حبيبتي، ومرفت ابو النصر، وعلا عامر، وحبيبه الرحمن، وملكه زماني، واستاذ الكل بقى الاستاذ عصمت، احرجت انا المره اللي فاتت عشان ام مريم بس ملحوقه، ست ام ناديه، يا ست ام ناديه، ست ام ناديه،
حاولي تكلميني تاني. والست رضا فوزي، الأستاذ رضا فوزي معلش، وفاطمة حمدي، وأميمة بيومي، وملاك الحور، والست أم زياد، وريهام سيد، ومحمود محمد، وسالي أمجد، ونور الصباح، ومارينا توفيق، وانتصار السعدني، نسمة صيف، رضا السيد، وسنة كميل، وأحمد صابر، وأم محمد عنتر، ونسيم البحر، ونانا فؤاد. أبو سعيد بيقول لي أنا فائد ابني، وناس كتير قوي دعوله وربنا عوضه يعني. معلش طولكم عليكم في الكلام. أنا كان لازم أرد بالتهنئة لكل حبايب اللي كتبوا لي على الصفحة، واللي ما قلتش اسمه معلش يعذرنا، هنقول اسمه برضه في المرة الجاية، وكلكم حبايبنا وعلى راسنا ومن فوق. بعد ما بتشوحي كل الخضار اللي حطيناه، البسلة والكوسة المبشورة والبصل والجزر، بتحط شوية شبت، شوية شبت ده في الآخر، احنا حاطينهم مش على النار، أول لما تعيشيلي الحاجة من على النار تروحي مخرطة الشبت وحطاه عشان ما يتبلش، وتقلبيه كله في بعض عشان يفضل أخضر وريحته حلوة كده، وتسيبهم بقى إيه يبردوا عشان نبتدي نحشي. يا ست أميمة، ست أميمة، ايوه معلش يا ست اميمه اخرناكي. ولا يهمك. ايوه ست غالية، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. على فكره كنت هموت واكلم حضرتك. بعد الشر عليكي. لا بجد والله العظيم دي حقيقه يعني. رب بعد الشر عليكي، ربنا يخليكي لينا. لان انا اصلا يعني كتير متابعاكي من ايام قناه 25 وكده، وكان نفسي اسمع صوتك يعني. اهلا وسهلا بيكي. متجوزه ولا لسه ما اتجوزتيش؟ لسه متجوزه بقالي 9 شهور كده. ربنا يرزقك بالخلف الصالح يا رب. الله يخليك يا رب. مش ممكن بس انا عايزه رقم حضرتك عشان ابقى اطمن عليكي، لان انا ما عنديش نت وما عنديش تليفون ارضي وكده. تحت امرك يا اختي، ده احنا اخوات وحبايب. ارجعي للكنترول ما تقفليش، وخدي رقمي واتصلي بيا في اي وقت. طب خلاص. طب اقدر اتحصل على رقمك ازاي؟ خليكي على الخط زي ما انتي، وهترجعي للكنترول هم هيدوكي الرقم. معلش والله عشان انا فعلا ما عنديش كمبيوتر ولا نت ولا كده. يا اختي على عيني، يعني انت جيتي في جمل، ده انت جيتي في رقم غاليه يا اختي. مبسوطه جدا اني سمعت صوتك اصلا. ربنا يخليك يا ست الكل، شرفتيني. ربنا يخليك يا رب، تعيش ويسلم ذوقك. ربنا يكرمه. الله يخليك يا حبيبتي، مع الف سلام. ابقى شوفي عمرو كمبيوتر لحبيبتنا دي وابعته لها. الحاضر. ده اللي طلع من البطاطس التقوير، هنفرشه في القعر كده، ما نرمهوش، ممكن تاخديه تاكلي بيه جنب رز، جنب اي حاجه العيال يحبوه. ده التقوير اللي طلع، هنملحه بس بشويه ملح وفلفل عشان يبقى متطعم، ما يبقاش دلع، لان دي غير الفراخ مش هتنزل اللي جواها فيه. انا عارفه ان كلكم عارفين الاكل ده وبتعملوه، وكلكم اشطر من غاليه وبتعملوا اكل احسن من ده كمان، بس انا قلت يا بنت غاليه يا حجه كده عشان اجي افضفض معاكم ونقعد كده ونتكلم. وناخد الست ام عماد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام عماد. ايوه يا ست غاليه، اهلا وسهلا بيكي وبحبايبنا في السعوديه. الله يخليك. الارض الطاهره، الناس الطيبه. الحمد لله، واحنا لقينا الجلال اللي انتم فيها. يعني انتوا ناس طيبين واقفين معانا في كل حاجه. الله يخليك، احنا مسلمين، المسلمين اخوان. اسلامي، ده كفايه دعواتكم لينا. الله يخليك، ان شاء الله ربنا ان شاء الله ينصر المسلمين وينصر الاسلام يا رب، ويحفظ لنا اوطاننا يا رب. يا رب دعواتكم الحلوه. واحب ان اكون صديقه البرنامج، وان شاء الله اتصل بك اكثر من مره. حضرتك تشرفي.
الله يسلمك. سلام لأهل مصر وإن شاء الله منصورين بإذن الله. إن شاء الله يا رب بدعواتكم. الله يحفظك. يلا مع السلامة يا أم. الله يخليك. قولي لي بس يعجبك الأكل البسيط اللي أنا عاملاه النهاردة ده؟ الحمد لله. يا رب بس الأكل ده يعجبكم، أنتوا عندكم أحسن المطابخ. تستاهلي الحمد يا ست الكل. اهو كده عبال بقى ما اكمل كل الحشو اللي انا بحشيه ده، هناخد فاصل بس هنزيح فيه صور الاطفال، وعاوزه كل حبايبنا يكتبوا لي على الصفحه هم اللي يعلقوا على الصور. غاليه النهارده مش هتعلق على صور الاطفال، مستنيه كلكم تعلقوا على الصور وتقولوا لي تعليقاتكم الحلوه وهنقراها برضو.